النظام الانتخابي امريكا هو نظام معقد بعض الشيء، بيعتمد على ليس فقط التصويت الشعبي ولكن حاجه اسمها المجمع الانتخابي او الهيئه الانتخابيه. يمكن الهيئه الانتخابيه هي تاريخها من 1787 طبقا للدستور الامريكي واللي اكد فيه ان يكون هناك مجمع انتخابي. طب ليه مجمع انتخابي؟ بداوا اول انتخابات امريكيه كان ولايات الشمال يسودها البيض اللي هم الاسياد في ذلك التوقيت، وولايات الجنوب كان يسودها العبيد السمر. على الرغم من التوازي بين الكتلتين سكانيا الا ان كانت قوه التصويت في الشمال اقوى من الجنوب. فعشان يعملوا ياسسوا نوع من الديمقراطيه في ذلك التوقيت اخترعوا هذا النظام اللي هو المجمع الانتخابي، بحيث ان يكون لكل ولايه طبقا لكتلتها السكانيه عدد من المقاعد في المجمع الانتخابي. أيوة. ولذلك هنلاقي ولايه لها مجمع انتخابي لها عدد مثلا اصوات 54 واقل ولايه هي 3 اصوات فقط. طب نظام الانتخابي بقى نظامه ايه؟ ان اي مرشح من الاثنين لو خد نسبه 50+1 من اصوات اي ولايه بياخد كل الاصوات. يعني مثال لو اعتبرنا مثلا كاليفورنيا مثلا فيها 30 صوت من المجمع الانتخابي، لو قدر مثلا ترامب يكسب نص الاصوات الشعبيه زائد واحد ياخد ال 30 كلهم، مش ياخد ال 15 او ال 16 او ال 18، لا بياخدها كلها. وبالتالي بيبقى كل التفكير هنا للمرشح انه يبص على الولايات المعظمها كتل سكانيه كبيره. ايوه. ويمكن طبقا للنظام الامريكي عندنا 48 ولايه هياخدها بهذا النظام الا ولايتين اللي هي مين وبنساكتات، دول بياخد منهم صوتين فقط. وبالتالي التركيز هنا فين؟ على الكتل الصوتيه اللي موجوده في السبع ولايات اللي عليها الاصوات المتارجحه. تمام. اللي هي باللون الاحمر واللي هي باللون الازرق. وبكل واحد فيهم بيحاول انه يجتهد في الامطار الاخيره انه يحصل على اكبر نسبه من التصويت من المجمع الانتخابي، لانها بالفعل خلال الانتخابات الماضيه واللي امتدت من خمسينات القرن الماضي هي بالفعل قدرت تحدد من هو يقود المكتب البيضاوي في الاداره الامريكيه. دكتور هاني حضرتك اخذ استطلاعات الراي. اتفضل يا فندم اتفضل. اخذ استطلاعات الراي قالت ان كمالا هاريس قدرت انها تتفوق على ترامب في 4 ولايات من 7، في حين ان ترامب يتفوق في ولايه واحده وهناك تعادل في 3 ولايات. لكن اخر استطلاع راي في المجمل العام، في المجمل العام قال ان تقريبا 49% كمالا هاريس و49% ترامب. خلينا نتفق ان كل استطلاعات الراي دي طبقا للاهواء والشركات والقنوات الاعلاميه اللي بتدعم احد المرشحين. لان طبعا اي نسبه بتطلعها اي وسيله سواء كانت جامعه او معهد او مركز استراتيجي او حتى قناه كلها طبعا بيكون لها اهداف انتخابيه، فبالتالي دايما نقول ان استطلاعات الراي هي نوع من انواع جس النبض فقط. أيوة. لان كل من المرشحين له البرنامج الانتخابي اللي بيغازل بيه فئه معينه وبيحاول ان يضغط على الاخر في بعض الملفات الاخرى. طبعاً. يمكن الملفات الداخليه كان ليها باع طويل باعتبار ان الناخب الامريكي ليست له ثقافه كبيره في الشؤون الخارجيه، هو دايما يبص على الملفات الداخليه، ولذلك هنلاقي ان ترامب تحرك بشكل كبير جدا على الملف الاقتصادي، محاوله تخفيض الضرائب والتضخم، توفير فرص عمل، وبدا يدخل في معترك مهم جدا اللي هو الهجره غير الشرعيه وخاصه المكسيكيين، واللي بدا يحاصرهم باكثر من طريقه. أيوة. اولها طبعا انه يسترجع قانون اسمه العدو الاجنبي اللي من 1780 تقريبا اللي استخدم 3 مرات في الحرب العالميه الثانيه والحرب مع كوبا، وبالتالي هو بيحاول يستدعي. تمام يا دكتور. ما معناه انه بيحاول يقول ان المهاجرين اللي تسببوا في 13,000 جريمة خلال هذا العام وبوجودهم اللي أثر على خطر المول عليها الولايات الحدودية بسبب وجودهم، هو هيستهدفهم إما أنه هو يبتدي إعادة تهجيرهم مرة أخرى أو القبض عليهم بتهم مختلفة. تمام يا دكتور هاني. أنا برضو عايز يعني أنتهز الفرصة حضرتك معنا سريعا، هل ترجح النساء كفة هاريس عن ترامب؟ يعني هل هذه الثقافة في أمريكا يعني يجوا في صفها ولا ما بيحسبوهاش زينا؟ خلينا نقول بس ان كمالا هاريس في حالة فوزها هيبقى في سطر جديد في التاريخ الامريكي. اولا باعتبارها اول رئيسة سيدة، مش بس كده، ده هيكون ويلز
أول نائب أبيض لسيدة ملونة. لازم نكمل الصف في التاريخ، مش نص الصف، ده الصف كامل كده. إن كمالا هاريس هي أول سيدة ملونة، والنائب بتاعها ويلز هو هيكون أول رجل أبيض لنائبة لرئيسة ملونة، فبالتالي يكتمل الصف كده. زي ما كان في رغبة دي، وهي اعتمدت في هذا المبدأ على قانون الإجهاض وحرية الإجهاض، بدأ ترامب يعكس هذا الأمر وحاول يرجع تاني للتقاليد والأعراف الطبيعية، إنه يهاجم هذا الأمر ويقول إنه ضد قانون الإجهاض، راح يكون مع تعزيز الصحة النفسية والتأمين الصحي. لكن طبعا فكرة الإجهاض هو شايف إنه من ضمن الأفكار الكلاسيكية اللي بيجتمع فيها كل الأديان تقريبا، إني ما بقاش في حاجة اسمها إجهاض وحرية الإجهاض، تبقى الإنسان شيء طبيعي جدا حسب بقى الأمور الحياتية بتاعته، لكن يسمح ليها بهذا الشكل المعلن. هو كان يرفضه أو هو لعب على ده. الجزئية الثانية دي اللي فعلا بتأدت كمالا هاريس تضغط عليها في هذا الأمر، وبالفعل التصويت المبكر زي ما احنا بنقول اللي وصل حتى الآن 69 مليون ناخب، سواء كانوا تصويت مبكر أو عبر البريد الإلكتروني، حتى الآن بالفعل النسبة بتاعت مشاركة المرأة فيها مش بس كده، كمان مشاركة كبار السن، ودي فئتين بتلعب عليهم كمالا هاريس، نسبة كبيرة جدا ممكن تحصل على أصوات. ولكن غدا الثلاث هو أهم حاجة، هي فكرة ننتظر الثلاثاء الكبير اللي كله هيروح لصندوق الاقتراع عشان يختار ممثله في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ أمريكا. تمام، دكتور هاني الجمل الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، وخلونا ننتظر هل تكون هاريس أول رئيسة ملونة للبيت الأبيض.